بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم شباب في حلقه جديده على قناه معلومه جديده. وحلقه النهارده ان شاء الله انا عامله مخصوص علشان احد المشتركين عندي سالني سؤال، هل لو انا معايا فلاشه ومركبها في الريسيفر والفلاشه دي عليها مثلا فيديوهات او اغاني او اي حاجه ايا كان، هل ينفع ان انا اقدر امسح فيديو من الفيديوهات دي من خلال الريسيفر؟ والاجابه باختصار شديد اه طبعا ينفع. وطبعا انا قررت ان انا اعمل فيديو علشان اوضح بشكل افضل. طبعا انت بعد ما تركب الفلاشه في الريسيفر هتروح على طول عند خانه الفلاشه اللي هي الوسائط المتعدده. طبعا الشرح ده بالنسبه للجهاز اللي معايا اللي هو معالج سان بلس. طبعا في اجهزه تانية اكيد اسم الوسائط المتعدده ده هيختلف لان كل جهاز على حسب السوفت وير بتاعه. المهم انا باجي عند خانه الفلاشه واروح اضغط على اوكي. تمام، بعد ما اضغط على اوكي يا جماعه انا على طول دلوقتي دخلت على الفلاشه، وحاليا انا دلوقتي على قسم الافلام. يعني لو جيت ضغطت دلوقتي على اوكي هفتح الفلاشة، هلاقي عندي هنا مثلا ملف فيديو بصيغة MP4. طب دلوقتي مثلا الملف ده انا عايز امسحه او حتى عايز اعدل عليه، كل لك يا فندم ان انت هتطلع كده بره خالص وهتروح واقف على المكان ده بالظبط، ومن خلال الريموت هتضغط على الزرار اللي بيعلي او الزرار اللي بيوطي بالشكل ده لغاية لما تيجي عند كلمة اسمها ادارة الكورس. هتروح تضغط على اوكي علشان تفتح معاك الفلاشة. طبعا ده كله محتويات الفلاشة، عليها 3 ملفات. لو انت مثلا حابب ان انت تمسح مثلا الملف ده اللي انا فعلي دلوقتي اللي هو رقم 1 من خلال الالوان اللي تحت، اكيد طبعا دلوقتي الرؤية وضحت، يعني الزرار الاصفر اللي انا ضغطت عليه دلوقتي كده هيظهر لي رسالة بتأكد هل فعلا عايز تمسح الملف ده ولا لا. لو انا اخترت كلمة نعم وضغطت على اوكي الملف رقم 1 ده هيتمسح بشكل نهائي. قدام حضراتكم الملف رقم 1 اتمسح. لو انت عايز تمسح كله مع بعضه طبعا هتضغط على الزرار الازرق بمجرد ان انت تضغط عليه كده، وبعد كده اخترت كلمة نعم ودوست اوكي هيروح ماسح كل الملفات اللي على الفلاش. طب دي تاني حاجة. تالت حاجة، لو انت عايز تسمي اسم الملف ده، يعني مثلا هنا رقم 3 جنبها MP4 ده ملف فيديو انا مثلا عايز اسميه، هضغط على الزرار الاخضر هيظهر معايا الصفحة بالشكل ده كده. همسح طبعا الرقم 3 ده من خلال الزرار الاصفر، وبعد كده هتسميه زي ما انت عايز. لو انت عايز تغير اللغه للغه العربيه تضغط على الزرار الاحمر، مش بتاع الستاند باي لا اللي تحتيه، تضغط عليه ضغطتين كده كمان واحده اللغه اتغيرت للغه العربيه. مثلا هنسميه كده اسم عشوائي مثلا كده معلومه. بعد كده علشان تحفظ الاسم ده هتضغط على الزرار الازرق وهتختار نعم. طبعا لو تلاحظوا ان الاسم اتغير لاسم معلومه. طيب في حاجه تانية، يعني مثلا انت الفلاشه بتاعتك عليها فولدرات وانت حابب ان انت مثلا انقل الملف ده اللي هو اسم معلومه في الفولدر اللي فوق اللي اسمه بي في ار، كل لك يا فندم ان انت دلوقتي هتضغط على الزرار الاحمر اللي تحت الستاند باي، هتلاقي ظهر معاك خانتين جنب بعض. وعشان ما تتلخبطش اوعى تفكر ان دول فلاشتين، لا ده نفس الفلاشه بالظبط. الجزء اللي على الشمال ده الفلاشه اللي انت هتاخد منها الملف الاصلي وهتنقله في الفولدر اللي انت عاوزه. هاجي مثلا كده على الفيديو اللي اسمه معلومه واضغط على الزرار الاخضر، اضغط عليه كده هلاقي على طول ان السهم راح على الجنب اليمين. هروح ضغط منه ريموت على زرار الاوكي وهاجي على الفولدر اللي انا عاوزه. انا بدي لك مثال دلوقتي، هفتح دلوقتي الفولدر اللي اسمه بي في ار ده، بعد كده هعمل نسخ، نسخ من خلال الزرار الاصفر، اضغط عليه كده تمام كده نسخ الملف اللي اسمه معلومه في الفولدر اللي اسمه بي في ار. هطلع طبعا من هنا وافتح كده الفلاش عادي. بعد كده طبعا الملف ده انا نسخته، فطبعا ده النسخه الاصليه لسه موجوده. لو حابب ان انت تمسحه طبعا تمسحه من خلال الزرار الاصفر، يعني امسحه كده تمام كده الملف الاصلي اتمسح، ولكن انا خدت نسخه منه في الفولدر اللي اسمه بي في ار. هفتح كده الفولدر ده الاقي ان الملف اللي اسمه معلومه موجود في الفولدر اللي انا عملت له كوبي. طيب لو انت حابب مثلا ان انت تعمل فورمات للفلاشه نفسها، هتطلع كده لغايه لما تقف في الخانه دي كده بالظبط، وقدام حضرتك الالوان اللي تحت اتغيرت. لو انت عايز مثلا تعمل فورمات للفلاشه تمسحها خالص، قدام حضرتك عندك هنا اختيارين. في عندك طبعا الاختيار اللي هو اللي معظم الناس بتعمله اللي هو الاف اي تي 32، واختيار تاني اللي هو ان تي اف اس. طبعا زي ما قلت معظمنا بيختار الاختيار اللي هو اف اي تي 232. هتضغط على الزرار الاخضر كده هيجي لك الرساله دي، هتختار كلمه نعم هتعمل فورمات للفلاشه. هضغط كده على كلمه نعم، هتستنى شويه وتمام دلوقتي انت عملت فورمات للفلاشه. لو جيت طلعت كده ادوس اوكي كده
قدام حضرتك مفيش اي حاجات موجوده على الفلاشه خالص. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الحلقه، بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا منها. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ولو انت جديد عندك في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.